العجلة والسرعة كلمتان في القرآن الكريم بمعنى التقدم إلى شيء، ولكن معناهما معنى إحداهما يختلف عن معنى الأخرى. فالسرعة هي التقدم إلى ما ينبغي أن يتقدم فيه، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه. فلذا تجدون في القرآن في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما، أي لا تتقدم إلى هذا، لأن التقدم فيه مذموم، تقدم فيه لا ينبغي أن يتقدم فيه. ونجد قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا من السرعة. فهذا التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه. والسلام عليكم.